هينضم لينا على التليفون دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم على حضرتك. يعني لو حضرتك تكلمني أكتر عن نشر السلالات المحسنة من العجول على الصغار المربين وكمان التيسيرات اللي هتعملها الوزارة. الحقيقة فكرة الإنتاج الحيواني أو التنمية اللي بتحدث في الدولة المصرية احنا بنشتغل فيها في محورين في كل قطاعات الزراعة. المحور الأول هو محور زيادات الأعداد اللي موجودة أو زيادة المساحة المنتجة اللي سواء في الإنتاج النباتي هنلاقي مشروعات إصلاح أراضي أو هنلاقي زيادة في أعداد المزارع، وكمان المحور الثاني هو زيادة في جودة أو كمية الإنتاج لنفس سواء في المساحة أو وحدة الأرض ووحدة المية. في المثال ده لو طبقناه في فكرة الإنتاج المحسن أو الحاجات المحسنة اللي عليه الإنتاجية، الفلاح أو المزارع هيتحمل نفس الجهد ونفس التكلفة ونفس المكان ونفس الخدمة ونفس كل حاجة، بس في النهاية الصعود أو الزراعة العائد عليه أو يبقى أعلى بيكون زيادة. ففي النهاية ده زيادة في تحسين دخله، وطبعا ده مبادرة حياة كريمة ومهمة جدا، لأن مبادرة حياة كريمة هدفها سامي ونبيل، وإنها تحدث نقل نوعية في حياة سكان المناطق الريفية، بنقدم لهم خدمات افضل، بنقدم لهم بنيه تحتيه افضل، كمان بنوجد لهم مصادر دخل تساعدهم على الحياه ويكونوا كمان منتجين داخل الدوله المصريه. فاحنا عندنا مشروع البيلو بنقدم هذه الخدمه وبنساعد بيها فئه صغار المربين اللي بيربوا اقل من 10 قوس. ايضا عندنا فكره تحسين السلالات من خلال برضه مشروع البيلو اللي بنقدر نبدلهم رؤوس عاليه. انا عايز اقف معلش يا دكتور هنا عند مشروع البيلو، لان ناس كتير بتتساءل. كان في فترة من الزمن الناس حست بعدم وجود اللحمة البتلو، كان بيحصل مشاكل في فترة طبعا سابقة الحمد لله قبل تدخل الدولة بشكل حاسم والتحسين اللي احنا شايفينه زي ما حضرتك بتتكلم عنه، وكان في ذبح لأعمار صغيرة عشان الجودة. لو حضرتك تدي نفكر الناس في فكرة مشروع البتلو وازاي ان احنا حافظنا على الثروة الحيوانية بهذا الشكل وربطه ان احنا بنساعد المربيين زي ما حضرتك بتقول دلوقتي في تحسين جودة السلالات المحسنة، في انهم يبدأوا بيه اصلا جودة محسنة بنفس التكلفة ولكن بجودة أعلى. يعني الحقيقة محمود كان واضح جدا ان كان عندنا فترة الناس بتذبح الرؤوس الماشية وهي في سن صغير، وكان في قرار منظم من مجلس من رئيس وزير الزراعة بيحدد وزن الذبح المثالي اللي هو وزن 400 كيلو. لو احنا قارنا الشخص المربي اللي هيربي رأس بتلو وهيذبحها عمره صغير، هو هيذبحها بيعتبر بخسارة. كمان الدولة بتخسر كمية كبيرة لأن هي وزنها حوالي 80 كيلو والثانية 400 كيلو، يعني بتتكلم في 5 أضعاف. دول نقدر نجيبهم في فترة لا تزيد عن العام، أقل بكتير من العام. فكانت مشكلة المربي ده إيه؟ مشكلة المربي إنه معهوش تمويل أو معهوش فلوس يقدر يجيب الغذاء بتاع رأسه بتلو. فإحنا عشان كده عملنا مشروع البتلو، وكان الفكرة بتاعته إن إحنا نديله الفلوس اللي يقدر يشتري بيها رأس البتلو الصغيرة، وكمان ياخد فلوس لتغذية هذه الرأس ورعايتها عشان تكون كبيرة وتصل إلى الوزن المثالي لعملية الذبح اللي بتحدده القانون أو بتحدده الجلسة التسوية والأطباء. عشان نوصل لدي إحنا كده أولاً ضعفنا حجم الإنتاج تقريباً 5 أضعاف من غير ما نزود مساحات. الحاجة الثانية إن إحنا عندنا الكميات أو المصادر الدخل اللي بقت موجودة للمربي تنوعت وبقى عنده مصدر دخل ثابت اللي هو تربية الإنتاج الحيواني، اللي يقدر يشتري الرؤوس الصغيرة ويقدر يربيها ويفديها ويبدأ يطلع منها. عشان احنا كمان مش بندي التمويل اللي عنده رأس البتلو موجودة، انما احنا كمان بنديها ممكن يكون واحد عايز يشتري رأس البتلو، فاحنا بنساعده ان هو يروح يشتريها ويبدا يعمل مشروع او نشاط صغير. ودي حاجه يعني في قمه الاحترام، احنا بنتكلم دايما على ان ازاي احنا بنستفيد ونبص، وده على فكره نوع من انواع التنميه المستدامه اللي بتسعى فيها الدوله في كل المجالات ومنها في مجال الزراعه وتحديدا الدواجن والثروه الحيوانيه وما الى ذلك. احنا بنشكرك طبعا على التوضيح ده وشاكرين لمجهوداتكم دايما في وزاره الزراعه الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك.